مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم. بشكل عام برج السرطان إنسان جدا متواضع، جدا حبيب، جدا كيوت، والأهم من ذلك كله هذا الإنسان أبدا ما يهمه الماضي تبعك، أوكي؟ ما يهم مثلا إذا سبق لك الارتباط، سبق لك الانفصال، عندك أبناء من زواج آخر. هذا الشخص أبدا ما ليست لديه عقدة اجتماعية خاطئة أبدا، وهذا شيء جدا ممتاز، لأنه راح يأتي في طريقك وأشوف أنه ما يهتم بالماضي تبعك وما يحكم عليك من أجل الماضي تبعك، وهذا شيء جدا إيجابي. أول شيء راح أجاوبه هني برج السرطان، ما هي راح تكون على الأغلب حروف اسمه؟ عندنا حرف الهاء، الحروف الأخيرة في الأبجدية، حرف الهاء، حرف الميم أيضا تكرر عندي، وحرف اللام. برجه هذا شخص طاقته هوائية، أوكي؟ عندنا هني برج الحوت موجود، الأبراج المائية موجودة بقوة في قراءتك، الحوت، العقرب، ولكن الميزان أيضا موجود، الأبراج الهوائية والميزان موجودين، أوكي؟ لأنه طابعه جدا هادئ، صح هادئ بس اتق شر الحليم إذا غضب. ما يغضب هذا الشخص هو الفظاظة، إذا شاف مثلا أحد قاعد يصرخ على شخص ثاني، أو أحد قاعد يعامل شخص آخر بشكل غير لطيف، هذا الشخص يستفز هذا النوع من الفظاظة والتعامل. ولكن غير عن كذي إنسان جدا هادئ وأعصابه هادئة وجدا كيوت. خلينا نشوف وقت اللقاء بينكم. هذا الكرت يقول لي وقت اللقاء راح يكون على الأغلب دائما في ثالث أسبوع من الشهر، أو بيكون في آخر جزء من السنة. يعني مثلا نقسم السنة إلى 4 أجزاء، كل جزء في السنة يكون 3 أشهر، صح؟ بيكون في الثلث الأخير، في الثلث الأخير من الشهر، أو في الثلث الأخير من السنة، أوكي؟ لأن هني على وشك إن إحنا نغلق. لحين ما انتهت عندنا السنة، لحين ما انتهى الشهر، بس قريب إن ندخل في الشهر الجديد. هذه هي الطاقة اللي أمامي، أوكي؟ وعلى الأغلب بيكون وقت اللقاء بينكم هو وقت أنت يا برج السرطان عندك موعد في مكان معين، موعد من أجل الزيارة، أو موعد من أجل علاجك، أو علاج أحد عزيز عليك. ممكن يكون في المستشفى، ممكن عندكم موعد لزيارة أحد الأقرباء، أحد الأشخاص. فهني انت على الاغلب انت اللي يا برج السرطان عندك موعد قاعد تحضر من اجل هذا الموعد، اوكي؟ هذا بخصوص وقت اللقاء. خلينا نشوف الحين مكان اللقاء وين راح يكون. اول شيء راح اوصف لكم الوضع، اشوفك انت يا برج السرطان معاك احد في هذا الوقت، في هذه اللقاء انت معاك احد، وهو راح يكون لحاله، احتمال انه قاعد واقف، قاعد اشوفه واقف، واقف وراء شيء، اما واقف جنب سيارة او وراء سيارة، جنب طاولة اذا بيكون مثلا مستشفى، جنب طاولة او وراء حاجز والطاولة. انا مثلا راح يكون هو الصيدلي، او هو فني المختبر، او هو الطبيب او الممرض. ففي حاجز جسدي، حاجز فيزيكال يعني، موجود لما يكون وقت اللقاء، هو قاعد يستند عليه او واقف وراءه. اتمنى ان يكون وصلت الفكرة. خلينا نشوف الحين مكان اللقاء. على الاغلب هني عندكم انتو موعد لزيارة اشخاص من اجل تعزية، مناسبة دينية، او ايضا موعد مستشفى من اجل المراجعة، مراجعة روتينية. اذا مو من اجلك بتكون من اجل احد قريب منك او صديق اليك، وقاعد تذهب معهم وترافقهم إلى هذا الموعد، أوكي؟ هذا هو مكان اللقاء، لأن أشوفه هو في هذا اللقاء كأنما أيضا ينتظر أحد من أجل أن يساعده، ولابس كوت، ممكن يكون الكوت الأبيض تبع التمريض، تبع الصيدلة، لابس كوت أبيض. مواصفات شكله في هذا الكارت.
وهذا إذا تلاحظون في هذا الكرت، هاي الطاقة اللي خبرتكم عنها برج السرطان، هو راح يكون لابس لبس شبه رسمي من أجل أن يخدم الناس، موجود من أجل أن يساعد الناس، يخدم الناس، يرشد الناس. حتى احتمال كبير أنه يكون هذا مكان عمله أو مكان انتظاره. زين، ملابس رسمية على الأغلب، يعتمد على بلدكم. لونها اللون يغلب عليه الأبيض أو الألوان المحايدة، يعتمد على بلدكم. ممكن يكون لابس كوت الطب أو التمريض، أو لابس الثوب اللي يلبسونه في دول الخليج، فيعتمد هني على البلد. أوكي، مواصفات شكله، بعيد عن ما يلبس، هذا الشخص يميل لونه إلى الفاتح حنطي أو أبيض، على الأغلب أبيض، يعني لو صاير حنطي بيكون من الشمس. أوكي، وسيم، شعره أسود غامق، عنده شامة، ولكن هاي الشامة صعب إنك تلاحظها برج السرطان، لأن هاي الشامة قريبة من 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 شعره، قريبة من جبهته، من رأسه، أو قريبة من أصابع يده. فهني بعض الأشخاص عندهم شامات في منطقة شوي مخفية، هذا من أحد علاماته لو أنت بتلاحظها. لابس شيء رياضي، إما الحذاء اللي لابسنه وقتها بيكون رياضي، نعم صح لابس ملابس رسمية أو الكوت الرسمي، ولكن إما الساعة اللي لابسنها رياضية أو الحذاء، في شيء رياضي في لبسه، خالط اللباس الرسمي مع اللباس الكاجوال أو الرياضي. إنزين، في شيء رمادي أيضا في ملابسه، احتمال الحذاء وأنتم بكرامة. وقلت لكم أيضا احتمال إنه أهوى، ولا ما خبرتكم، احتمال كبير إنه يكون هذا الشخص يلبس نظارة طبية، ولكن مو شرط، واحتمال جدا كبير. إنزين، خلنا نشوف الحين أطباعه، ماذا راح يكون انطباعك عنه أول ما تلتقون. هذا شخص هو بطبيعته العادية شديد الحياة أو منطوي على نفسه، ولكن شوفوا لأنه عنده نوع من التناقض، لأنه جدا يحب أن يساعد الآخرين، فحبه لمساعدة الآخرين يخليه يتكلم بشكل أكثر من المعتاد، على الأقل بالنسبة له هو، فتشوفه دائما يتكلم ويشرح، كريم في أنه يشرح للآخرين مكان شيء معين. مثلا توصلون فتسألون عن منزل شخص فلاني، أو تسألون عن غرفة دكتور فلاني، أو طريقة أخذ دواء معين، فهذا الشخص راح تشوفونه جدا كريم في أنه يشرح. إنزين، بشوش جدا، لطيف في الكلام، لطيف كلامه، صوته جدا هادئ. إنزين، ولكن يحب أن يتكلم معه، خصوصا كبار السن، جدا يحب أن يتكلم معهم، لأنه هو مقرب من أجداده الموجودين. إنزين، خدوم، متواضع، لا يحب لا ينجذب للشخص اللي أنت حسك برج السرطان أول وقت اللقاء، يمكن راح يكون في أحد آخر في المكان، امرأة أخرى لباسها أفضل، شكلها أفضل مثلا، جذابة أكثر، راح تنظر وتعتقد أنه راح يساعدها بشكل أفضل لأن شكلها يمكن مميز أو جذاب. هذا الشيء أبدا غير صحيح مع هذا الشخص. هذا الشخص لا ينجذب إلى المظاهر، لا ينجذب إلى الشكل، لا ينجذب إلى العطر، ينجذب إلى روح الشخص. لما تكون روحك من داخل جميلة، مرتاحة، لطيفة، طيبة، راح يحس بالتوائم أو توافق، شو يسمونها، تآلف سريع معاك. إنزين، جدا جدا يحب الكلام مع كبار السن، واحتمال كبير إن أول وقت لقائكم، أول مرة، راح يكون لأن عندك أحد شوي كبير السن، أو أنت برفقة أحد الوالدين، فتشوفه إنه يشرح لهم، يخرج حتى يبتعد عن الحاجز اللي هو موجود جنبه، ويتعنى أن يشرح لهم أو يأخذهم إلى المكان. إنزين، ذكي، إنسان ذكي، يملك شهادة جامعية، متعلم. إنزين، هذه هي أطباعه برج السرطان. خلينا نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج. بشكل عام هذا شخص ماديا غير محتاج، راح أعطيك فكرة عن وضعه حتى بعيد أو قبل أن تلتقي فيه.
هذا الشخص يأتي من أسرة جيدة، أسرة لا تملك، ما عندهم أي قلق مادي، على الأقل أقل تقدير راح تكون متوسطة المستوى. فهذين الأشخاص ليس عليهم ديون، ليس عليهم متاعب مادية، ليس عليهم، ويأتون من 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 عائلة كانت تملك، أشوفهم الكثير من المنازل، يعني جدهم أو والدهم يملك الكثير من المنازل ملك، فلذلك تشوفهم مرتاحين ماديا لأن أسسوا نفسهم من زمان. أوكي، هو أيضا يعمل وعمله ممتاز كصيدلي أو كطبيب أو كممرض أو كصيدلاني، فعمله أيضا فيه دخل جدا محترم. ولكن بما أني قلت لك هذه المعلومة، هذا شخص لا هو ولا حتى أسرته لا تهمهم المادة، بالنسبة لهم غير ضروري، ولا حتى يشعرون بالراحة مع الأشخاص اللي تهمهم المادة أو تهمهم المظاهر، بشكل طبيعي لا ينجذبون لهم. فبما أني عطيتك هذه المعلومة، هني راح أقول لك شنو راح يقدم لك، لأنه هو أساسا شخص لا تهمه المظاهر والمادة، فهني أشوف أنه راح يقدم لك الأشياء في البداية، الأشياء المتعارف عليها الضرورية، ومنها المهر، ومنها شبكة الزواج. ولكن مثلا لما تروح تأخذ اختار شبكة الزواج مع هذا الشخص، اختار الشيء الطبيعي المتعارف عليه المقبول، لا تروح الأشياء اللي جدا أسعارها مرتفعة، لأن في بيئتها عنده هو راح يكون في علامة استفهام، طلبات مثلا مادية زائدة. نعم، في بعض الزواجات الزوج والزوجة أو الأشخاص المرتبطين ينجح في هذا الوضع، لأن اثنينهم يحبون المادة واثنينهم يحبون المظاهر. هذا الشخص لا يحب المظاهر وإن كان يملك المادة، بالعكس يحب التواضع، يحب الشيء البسيط الراقي الناعم اللي ما يخرج عن المتعارف عليه. فهني ماذا سيقدم لك قبل الزواج؟ رح يقدم لك كل محبته ومحبة أسرته. انزين، لان هذا الشخص راح هو قريب من اهله، وانت بالذات هذين الاسره اذا دخلت عليهم لن تدخل عليهم برج السرطان باعتبارك شريك لابنهم، لا، انت تدخل عليهم باعتبارك خلاص فرد جديد من العائله، قريبين من بعض بهذا الشكل ويعتبرونك بهذا الشكل. اوكي، فاهله راح يكونون اهلك بعد فتره قصيره، هذه هي طبيعة العلاقة، وهذا هو ما يقدم لك هذا الشخص وهذا الزواج. راح يشجعك على إكمال التعليم، أو على الأقل حتى لو أنت كملت تعليمك ولا ترغب في الدراسة، راح يشجعك على أن تعمل، على أن يكون لك هوية خاصة حتى بعيدا عنه. هذا شخص لا يرغب بأن يضعك في قفص ذهبي ويبعدك عن الناس أبدا، وراح يشجعك أصلا، لأن شوفوا علاقتهم وطيدة، علاقته بأفراد أسرته قريبة وجدا ممتازة مثالية حتى، فراح يشجعك حتى أنت على أن تصبح أقرب مع أهله ومع أهلك، حتى مع أهلك راح دائما يشجعك على زيارتهم، على صلة الرحم، على حتى أن تأخذ لهم الهدايا أو تذكرهم شيء من الأشياء، عرفتوا، تساعدهم. وقبل الزواج بالذات هني مع هذا الشخص راح دائما يحرص ان انت عندك موبايل وانترنت، يعني مثلا لو اخترب موبايلك هذا الشخص راح طبيعته ياتي لك بموبايل جديد بباقة انترنت عشان يحرص انه هو يستطيع التواصل معك، يحب انه دائما يكون في طول اليوم تواصل رسائل بينك وبينه، مثلا في الواتساب دائما يسأل عنك ويعرف انت وين، وين راح تروح، شلون راح يكون يومك، ما هو برنامجك. هذا الشخص راح يكون قريب منك. اوكي، المهر اللي راح يقدمه لك معقول، الشبكة اللي راح يقدمها لك معقولة، لا شيء مادي يعني يخرج عن العقل والمنطق، على حسب عرفكم اللي متوافقين عليه. انزين، الزواج نفسه راح يكون مرموق، المستقبل اللي امامكم مرموق، لانه هو شخص جدا متعلم وله مستقبل باهر. خلنا نشوف الحين أسرته. هذا الشخص شريكك القادم في طريقك، هذا آخر ابن
لم يتزوج وأصغر، لأنه هو أصغر ابن لحد الآن موجود في البيت ولم يتزوج في العائلة. كل أخوانه وأخواته الكبار تزوجوا وأغلبهم خارج المنزل ما عدا هو بحكم سنه. سنه راح يكون قريب من سنك أو حتى أصغر منك بسنة سنتين، لأن قلت لك هذا شخص، لو تذكر في القراءة مساعة قلت لك هذا شخص لا يهتم بأن بالأشياء التقليدية، الأفكار التقليدية، أن دائما مثلا المرأة لازم تكون أصغر من الرجل دائما، لأني أعزب ولم يسبق لي الارتباط فلازم أرتبط بمثلا امرأة لم يسبق لها الارتباط أبدا، ما عندهم، خصوصا هو ما عنده هاي الأفكار الرجعية التقليدية اللي يمكن الكثير من المجتمع يكونون يتبنونها بس مو هو. فهذه الطاقة تشجع، لو قلتوا لي مثلا أنا والله من برج السرطان مطلقة أو أرملة أو سني شوي كبير، عادي مثلا أنه يكون هني سنك 35 وهو سنه 29 أو 28، أبدا ما عندهم، ما راح يكون في مشكلة أمامكم من أجل الارتباط، خصوصا عنده هو راح يكون متمسك فيك وما راح يكون سبب من أجل أن يترك العلاقة. انزين خلينا نشوف الحين وين راح تعيشوا. راح يكون لديكم خيارات، لا تنسون ان هذه عائلة تملك الكثير من الملك، المنازل، كذا عقار، شوف كل العقارات او المنازل اللي يملكونها قريبة من بعض، يعني منزل وقريب منه ايضا يملكون بستان او مزرعة، وقريب منه ايضا يملكون بيت الجد وبيت اخر، كله تقريبا في نفس المنطقة. انزين بخصوص السكن، نصيحتي لك، وإن كنت راح تملك معاه خيارات برج السرطان، تستطيع أن تسكنون خارج في مثلا شقة مستقلة، أو تستطيعون تسكنون في بيت من ملكهم، أو حتى تسكنون مع أهله. هذا الشخص راح يفيدك كثيرا أنه في البداية تسكن قريب من أهله، يمكن معاهم في نفس المنزل لأن منزلهم أشوفه كبير، وأخوته كانوا الكبار قبل سكنوا في المنزل، لأن في أقسام مخصصة لكل شخص، لكل ابن من أبنائهم، فسكنوا فيه ولكن بعدين استقلوا في منازل خاصة فيهم بعد عدة سنوات. أشجعك أن أنت تسلك نفس الدرب، أن في البداية تسكن مع أهله، لأن فعلا أهله راح يصيرون قريبين منك مثل أهلك، وراح يفيدك الارتباط معهم وأن تكون قريب منهم لأنهم أشخاص مفيدين غير مؤذين، إنزين حتى في علاقتك مع الشريك. وبعد فترة تقدر شوي شوي ان يمكن تسعى على ان يكون بيتك مستقل بعيد، ولكن تعرفون هذه المرحلة افضل ان تأتي بعد الابناء، بعد ما تكبر الاسرة، ولكن امامك خيارات مع هذا الشخص. انزين وراح يعطيك هني ايضا خيار بان انت تعيد تأثيث مكان موجود لديهم اصلا، عقار موجود لديهم أصلا من قبل، شقة موجودة في بيتهم أو منزل قريب آخر من منزلهم، عندك خيار أن أنت تعيد تجديد هذا المكان وتسكن فيه. انزل خلنا نشوف الحين ماذا سيحب فيك هذا الشخص، ماذا سيعلق فيك. قلت لكم هذا الشخص ينظر إلى روحك، لا ينظر إلى شكلك أو جسدك أو هذه المظاهر. فهني ماذا سيحب فيك؟ راح يكون الاحترام، اللطافة، اوكي، نفس الاشياء اللي هو تشوفها في اطباعه، اذا شافها فيك راح يحبها. مساعده الاخرين، احس ان قلبك طيب، ما يحب طاقه الشك، ما يحب طاقه فظاظه اللسان، ما يحب طاقه اي طاقه سلبيه، ما يحبها. هذا الشخص راح بسرعه تشوفه يستجيب بشكل سريع اذا كانت طاقتك ايجابيه بشكل عام، اذا كانت طاقتك سلبيه راح يهرب بشكل سريع ايضا، ما عنده تحمل لأي شيء سلبي. إنزين يحب إخلاصك لأهلك، إن أنت تكون قريب وتحترم الأهل، وايد ضروري عنده تحترم أهلك وأهله، تعامل بشكل جيد أهلك وأهله، قريب منهم، من أهلك وأهله، وايد ضروري عنده. أوكي، وقلت لكم ما يفرق معاه لأن هذا ثلاثة، فما يفرق معاه إن أنت سبق لك الارتباط أو سبق لك الزواج أو عندك حتى أبناء من زواج سابق أو أرملة أو مطلقة، ما يفرق معه، ما راح يكون هذا هو السبب اللي من أجله يقرر أنه يرتبط أو يقرر أنه يبتعد أبدا.
ولا حتى أهله ما راح يكون في معارضة من هذا القبل. ولكن في شيء لازم أقوله برج السرطان عشان أكون فعلا بلغت الرسالة مع هذا الشخص. هذا الشخص لا تستطيع إذا أنت روحك كانت مريضة تعبانة تمر بمرحلة سلبية، ما تستطيع أن تخدعه بأن تخليه يعتقد العكس، أن أنت إنسان جيد وأنت إنسان سيء مثلا، أن أنت إنسان قلبك طيب ولكن في الحقيقة قلبك متشائم. حتى التشاؤم خليه يبتعد عنك ترى. فضروري أن تجهز نفسك، تجهز نفسيتك وقلبك حتى قبل أن يدخل حياتك. والحين بسحب لكم كارت عشان نشوف هل راح يكون من منطقتك أو منطقة أخرى، من دولتك أو من دولة أخرى. هذا الكارت عندنا طاح. برج السرطان راح يكون على الأغلب من مدينة أخرى أكبر من مدينتكم، مجاورة لكم، قريبة منكم، من نفس الدولة ولكن أكبر منكم، زين، من عائلة أيضا كبيرة ومرموقة، وحتى المدينة نفسها جدا كبيرة. أنتوا اللي راح تكون مدينتكم أصغر، أو على الأقل مدينة مهيمنة أكثر، مهيمنة أكثر، إما مثلا في البزنس، أو مهيمنة أكثر في عدد المستشفيات. المكان اللي يأتي منه عندهم هيمنة في شيء معين، مثلا كل المستشفيات والأطباء الجيدين في منطقتهم، أو كل الأسر الكبيرة الغنية العريقة موجودة في منطقتهم. أنت تكون تأتي من منطقة أقل منهم في توفر مثلا المستشفيات، أو أقل منهم سكنيا، أوكي؟ منطقة مثلا منطقتك برج السرطان غالية، منطقتهم تكون أرخص في امتلاك المنزل أو العكس. أوكي برج السرطان.